أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ماذا يعني وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الحكومة الحالية في العراق؟ وماذا تعني النزاعات بين العشائر؟ وهل هي في حقيقتها نزاعات بين الميليشيات المنتمية لهذه العشائر على المخدرات وعلى التهريب وعلى الأموال؟ وما دلالات تصريح لجنة الأمن النيابية أن الأسلحة المنتشرة بين المواطنين خفيفة ومتوسطة وثقيلة؟ هل هناك مخاوف من تجدد الاغتيالات والتصفيات التي تعود إلى انتشار الأسلحة المنفلتة؟ هذه المحاور وغيرها نضعها تحت الضوء في هذه الحلقة، وسيكون معي ضيفاي الكريمان الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مشاهدينا الكرام، بداية نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. شهدت الكثير من مناطق العراق في الأشهر الأخيرة عودة لظاهرة الاغتيالات التي بدت دوافع غالبيتها تصفية الحسابات أو الصراع على النفوذ أو بين عصابات الجريمة المنظمة، بما فيها جرائم المتاجرة بالمخدرات، فضلاً عن عمليات الاغتيال بدوافع تصفية الحسابات السياسية برعاية الميليشيات المدعومة من إيران وبتواطؤ الحكومة الحالية. في ظل تلك الجرائم والاغتيالات، يعاني العراق من فوضى السلاح المنفلت وانتشاره على نطاق واسع خارج يد الدولة وبأيدي ميليشيات مسلحة وعناصر عشائرية وعصابات جريمة منظمة تهدد بانهيار أمني وتهديد للسلم الأهلي. مصادر عراقية قدرت عدد من سقطوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في عمليات اغتيال وقع جلها بأسلحة نارية بأكثر من 20 ضحية، فيما نشب قتال استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين عشيرتين بمحافظة الناصرية، وصف بأنه الأعنف بالمحافظة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم قتل ضابط كبير وحرق عدد من المنازل السكنية، أعقبته حملة اعتقالات كبيرة بالمدينة. مراقبون أبدوا مخاوفهم من تجدد الاغتيالات والتصفيات التي تعود إلى انتشار الأسلحة لدى الأفراد والجماعات والعشائر والميليشيات بصورة مرعبة، وغياب تنفيذ القانون على مرتكبي الجرائم، فيما أشاروا إلى أن الاغتيالات في العراق تقف خلف بعضها أسباب سياسية الغرض، منها إزاحة المنافسين وتصفية من يمتلكون معلومات سواء عن فساد مالي أو سياسي، ويقف خلف البعض الآخر انتشار المخدرات والصراع للحصول على الأموال والنفوذ، فيما تتسع ظاهرة الاغتيالات لتواطؤ الحكومة وضعف سلطة القانون في عدم محاسبة المجرمين. المشهد في العراق يؤكد هشاشة الوضع الأمني ويبعث رسائل مقلقة ومرعبة حول مستقبل العراقيين في ظل التدهور المستمر للوضع الأمني والاقتصادي وعودة عمليات الاغتيالات الممنهجة التي تنفذها الأحزاب السياسية وميليشياتها التي تستخدم السلاح في خصوماتها من أجل الظفر بالمكاسب السياسية، بينما يبقى ملف السلاح المنفلت عالقاً تتقاذفه الحكومات المتعاقبة مكتفية بالتصريحات التي لا تغير شيئاً من واقع العراقيين. بداية أرحب بكم أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وأبدأ معك أستاذ مصطفى. فوضى السلاح المنفلت، عصابات الميليشيات المنتشرة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، الأسلحة الثقيلة التي تخصص للحروب للدفاع عن حدود الوطن تجدها داخل المجتمع، هذه الأسلحة حتى تخزن داخل المدن، تخزن داخل الأماكن السكنية، وإن كانت قد تقصف بين الحين والآخر من قبل الطائرات الأمريكية فتسبب دماراً وتسبب قتلاً للمدنيين، يعني المدنيون لا يسلمون
لا من الميليشيات التي بيدها هذه الأسلحة ولا من المخازن الموجودة داخل المدن، سلاح منفلت بكثرة. العراق منذ 2003 وإلى الآن هو عبارة عن مخازن للأسلحة داخل المدن وعبارة عن أسلحة منفلتة بيد الميليشيات وصراعات بين العشائر لا نعرف ما مصدرها. البعض يقول أن هذه العشائر تنتمي لها ميليشيات والميليشيات متصارعة فيما بينها على المخدرات وعلى التهريب وعلى الأموال. العراق يعيش في فوضى عارمة، المواطن العراقي يستغيث. يا ترى هذه الصورة التي فيها العراق الآن، من الذي رسمها؟ من الذي يريد أن تستمر مسألة فوضى السلاح في العراق؟ بدأ أن أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأبارك لهم حلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر خير وبركة ونصر للأمة. آمين. وأن يرفع عنها كل غمة تتعرض لها. آمين يا رب. وأحيي أبناء شعبنا العزيز في فلسطين المحتلة، في غزة بالذات، وهم يواجهون آلة العدو الصهيوني. ليت هذه الأسلحة كانت موجهة إلى العدو الصهيوني الذي يعني يسوم أهلنا في غزة سوء العذاب حقيقة. هذه الصورة، عودة إلى سؤال حضرتك، هذه الصورة المأساوية التي عرضت جانبا منها وعرض تقريركم الكريم قبل قليل جانبا أيضا من هذه الصورة، المسؤول عنها أولا وأخيرا هو الاحتلال الأمريكي والإيراني للعراق وما أوجده من سلطات عميلة ترتدي رداء الدولة ورداء الحكومة ورداء أجهزتها الأمنية والعسكرية والإدارية، ولكنها في الحقيقة لا تمت إلى هذه المعاني بصلة. فليست هناك دولة حقيقية في العراق، وليست هناك حكومة حقيقية في العراق، وليست هناك أجهزة أمنية وعسكرية وإدارية بالمعنى الحقيقي الذي نعرفه لهذه التسميات في دول العالم. الموجود هو ميليشيات مسيطرة ومهيمنة على مواقع القرار السياسي والإداري والقانوني والأمني وكل المفاصل التي يعيشها العراقيون ويعانون من تفاصيلها بشكل كبير. هذه النزاعات قد تبدو في صورتها العامة على أنها نزاعات عشائرية، والنزاعات العشائرية كما هو معروف موجودة في أي مكان تغيب فيه سلطة الدولة وسلطة القضاء وسلطة الأمن بشكل حقيقي. عندما لا تتواجد هذه السلطات بشكل حقيقي فإن هذه النزاعات العشائرية والخلافات المجتمعية تظهر بين أفراد المجتمع، ولكن هذه الصورة ليست هي الصورة الحقيقية لما يجري في العراق الآن وتحديدا في جنوب العراق. ما يجري في جنوب العراق ومناطق ربما في الفرات الأوسط أيضا، ولكن التركيز في الجنوب، هو عملية صراع بين المافيات، عملية صراع بين عصابات الجريمة المنظمة التي تتولى عمليات تهريب المخدرات وتهريب النفط وغير ذلك والابتزاز والسيطرة على الموانئ ومنافذ تصدير النفط أيضا، الموانئ التجارية يعني والموانئ النفطية. وبالتالي هو ما يظهر على الصورة كأنه نزاع عشائري، هو نزاع على المصالح وعلى النفوذ في هذه المناطق، ولكن بما أن هذه العصابات تنتمي إلى عشائر فيبدو الصراع عشائريا، وهو في حقيقته صراعا مافيويا عصابيا. وأيضا هناك صراع بين الميليشيات التي انتهت عملياتها العسكرية في بعض المواقع عندما كانت تخوض بعض العمليات العسكرية، وهي عمليات إرهابية في الحقيقة وليست عمليات عسكرية، ولكن بحجة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي جرت عمليات إرهابية وعمليات تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي في بعض المناطق.
عندما أوشكت هذه العمليات على الانتهاء باشرت هذه الميليشيات بالصراعات البينية، حيث يتوفر السلاح في أيديها وهي تحاول أن تفرض نفوذها كما قلت على البنافذ الحدودية التي تدخل منها المخدرات مع إيران، وتحديدا في الأهوار وغير ذلك. ولذلك نرى أن هذه الميليشيات أو عفوا هذه الصراعات والنزاعات تتركز في محافظات ذات حدود مع جارة السوء إيران، وأعني بها تحديدا محافظتي البصرة وميسان العمارة. وأما محافظة ذي قار فحيث تنتشر هذه الميليشيات أيضا، هي غير حدودية مع إيران ولكن تنتشر فيها بعض الميليشيات وبعض المافيات، لذلك نجد هذه النزاعات وستتكرر وستتكاثر أيضا في المستقبل القريب، حيث لا توجد أي عوامل للتفاؤل بإنهائها ولا توجد أي قوة حقيقية لردعها وفرض السلم المجتمعي في تلك المناطق. نعم أستاذ مصطفى، أبقى معي لو سمحت. أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر، يعني فوضى السلاح المنفلت، عناصر عشائرية، يعني عصابات تهدد السلم المجتمعي، السلم الأهلي، لماذا العراق تحديدا؟ لماذا أريد للعراق أن يكون بلد فوضى، أن يكون بلد جهل، أن يكون بلد تخلف؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهديكم الأعزاء، ورمضان مبارك عليكم وعلى العراقيين جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالإيمان والأمان، ولا سيما لأهل غزة الذين يعانون إرهاب الكيان الصهيوني، وأن ينصرهم الله في هذا الشهر الفضيل نصرا مؤزرا. آمين. العراق منذ الاحتلال شرعت قوى الاحتلال كما أشار ضيفك الكريم إلى أنها تذهب باتجاه جعل العراق أحد مشاريع الأساسية ومخرجات الاحتلال هي الاغتيالات والفوضى، وبالتالي هذه لن تحدث دون أن تكون هناك انقسامات طائفية وانقسامات عشائرية، إيجاد مافيات، ومعلوم تماما عندما يعني جيء بمؤسس الميليشيات إلى العراق وحقيقة تم دعم الميليشيات، ولذلك الآن تكافئ الميليشيات بتسليمها للدولة. إذن هذا يؤكد على أنه الاحتلال وضع أحد أهم استراتيجياته في العراق من أجل تدمير العراق هو صناعة المافيات، صناعة العصابات، صناعة السلاح الممنهج والمنفلت. وحقيقة في هذه النقطة أستاذ عبد القادر، في هذه النقطة إذا سمحت لي هناك توضيح فقط نريده منك عن موضوع المافيات التي ذكرتها، هل هي مسامير داعمة أو دعامات داعمة للحكومات، أم هي حكومات ببطن حكومات، أم هي دولة عميقة؟ يعني كيف ممكن أن نفسر أن ضعف سلطة القانون في العراق يكون داعما لبقاء نظام المحاصصة؟ أولا دعني أنتهي من آخر كلامك، هل يوجد في العراق سلطة قانون؟ العراق ليس فيه سلطة قانون ولا يوجد هناك أي تطبيق للقانون على العراق. نعم. فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر، إذا إلى أن يتم تأمين الاتصال مع الأستاذ عبد القادر، أعود إليكم أستاذ مصطفى كامل. ضعف سلطة القانون هي سمة حكومات ما بعد الاحتلال منذ عام 2003 وإلى الآن، هل يريد أو يراد للعراق أن ديمومة ضعف سلطة القانون من أجل ديمومة بقاء نظام المحاصصة في العراق؟ يعني يبدأ مما انتهى إليه أو عندما انقطع الاتصال مع الأستاذ عبد القادر النايل. نعم. في الحقيقة أنا أتحفظ على كلمة ضعف سلطة القانون، لأن هذا يوحي بوجود سلطة للقانون ولكنها ضعيفة وغير متكاملة الأركان. الحقيقة أنه لا توجد سلطة للقانون في العراق، وخاصة في هذه
المناطق وهو في العراق عموما، ولكن نحن نتحدث عن مناطق تجري فيها صراعات معينة أو ذات صفة معينة. ولذلك أنا أؤكد أنه لا توجد هناك سلطة للقانون، هناك سلطة للميليشيات. وعندما نتحدث عن سلطة الميليشيات فإننا نبدأ من سلطة الرئاسة ثم نتجه إلى سلطة رئاسة الوزراء ثم البرلمان ثم المؤسسات الأمنية والعسكرية. وعندما نستعرض كل هذه المؤسسات نجد أن هناك اختراقا يصل إلى حد الهيمنة، يتجاوز الاختراق ويصل إلى حد الهيمنة للميليشيات الإرهابية التي صنعها الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. وبالمناسبة عندما يتحدث زعماء هذه الميليشيات والعصابات الإرهابية عن مقاومة الاحتلال، علينا أن نذكرهم دائما بأن الاحتلال هو من أوجدهم وهو من مولهم وهو من صنعهم وهو من دربهم، وكانوا لا يتحركون إلا في ظل غطاء جوي وغطاء مدفعي من قوات الاحتلال الأمريكي. وأن هذا الاحتلال الأمريكي تحديدا بقي يمولهم، يدعمهم بتمويل حتى في رواتبهم إلى سنوات قريبة. وربما بعض هذه الميليشيات ما تزال حتى الآن تتلقى هذا التمويل من جانب الإدارة الأمريكية تحديدا. لذلك أي حديث عن مقاومة للاحتلال من جانب هذه الميليشيات يجب أن يوضع في هذا الإطار، إطار أن هذه الميليشيات صنعت من قبل الاحتلال وأدت أدوارها في خدمة الاحتلال. لذلك هذا يجب أن لا ينساه العراقيون، وأن لا ننساه نحن عندما نتحدث عن اختراق ميليشياوي أو عن وجود ضعف في سلطة القانون. هذه السلطات جميعاً الموجودة في العراق، بل وحتى السلطات الخدمية في أنأى نقطة إدارية من خارطة العراق شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً تخضع بالكامل لهيمنة الميليشيات الإرهابية. ومرة أخرى ودائماً أكرر أن التي صنعها الاحتلال الأمريكي والإيراني، صنعها الاحتلال الأمريكي أولاً ثم استثمر وجودها الاحتلال الأمريكي والإيراني، الذي الإيراني أخيرا يعني دعمها وفرض نفوذها بشكل كبير. وكانت إيران دائما يعني موضع انطلاق لهم وموضع عودة عندما يستلزم الأمر واختفاء في الحالات التي نعرفها. هذه الميليشيات هي من تفرض قانونها، وهي من تفرض إرادتها، وهي من تفرض سلطتها وسلاحها المسروق من مال العراقيين. وطبعا هي تجهز بأموال العراقيين، وهي تمول بأموال العراقيين، وهي الآن يعني استولت على كثير من مقدرات العراق وثرواته عبر وسائل عديدة. هذه هي التي تفرض سلطتها وليس القانون. ليس هناك جهاز أمني حقيقي، وليس هناك جهاز استخباري حقيقي، وليس هناك جهاز شرطوي حقيقي. وإنما نحن نعرف جميعا على سبيل المثال أن الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية هي قوامها بالكامل هي من ميليشيات بدر الإرهابية التي أسسها نظام ولاية الفقيه الإجرامي في إيران في مطلع ثمانينات القرن العشرين، عندما أرادوا أن يقاتلوا الجيش العراقي في بهذه القوات. وهذه الميليشيات الإرهابية في الحقيقة وسميت فيلق تسعة بدر في حينها، وكان يعمل ضمن الجيش الإيراني بشكل كامل. وفي التسعينيات كانوا يسيطرون على مناطق الإجرام أو مواقع الإجرام في الأهوار الجنوبية في العراق. هذه هي الميليشيات التي تفرض سلطتها. عندما نتحدث أن الشرطة عندما نعرف أن الشرطة الاتحادية قوامها من هذه الميليشيا، نسوق المثال أو نقارنه أو نسقطه على جميع الميليشيات التي أوجد منها حاكم الاحتلال الأمريكي بريمر بقراره المعروف بدمج الميليشيات. نعم، إذن العراق
أستاذ سلطات مصطفى، أمنية وعسكرية. العراق دولة ميليشيات بشكل عام، ليس فيه قانون، يغيب القانون، ليس فيه سلطة حقيقية. هشاشة الوضع الأمني السمة البارزة للعراق ما بعد 2003. ولكن اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عبد القادر النايل، عاد إلينا من جديد، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. ما مدى الاستفادة المشتركة الإيرانية والأمريكية من ديمومة انفلات السلاح في العراق وهشاشة الوضع الأمني وانهياره، وخاصة نحن نشهد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة يعني مؤشر خطير، وهو عودة الاغتيالات، أكثر من 20 حالة اغتيال في غضون شهرين أو ثلاثة شهور؟ عراق الفوضى هو سمة العملية السياسية ما بعد 2003، وهذا هو اتفاق أمريكي إيراني منذ اللحظة الأولى لئلا يكون العراق بلد الاستقرار، وبالتالي عدم استقرار العراق يقتضي صناعة الميليشيات وصناعة الجماعات المسلحة، بل القضية تتعدى إلى ذلك إذا ما قسمنا أنواع الاغتيالات في العراق. فالاغتيالات في العراق سياسية وطائفية وتصفية كفاءات بدعم خارجي، ووثائق ويكليكس واضحة عندما كشفت أن حتى الموساد الإسرائيلي قتل علماء عراقيين. كيف دخل هؤلاء ومن قتلهم؟ والإيرانيين قتلوا ضباط عراقيين وطيارين عراقيين، وبالتالي إذن القضية تتعلق بأطراف أخرى حتى غير هؤلاء الطرفين، الموساد والأمريكي والإسرائيلي، أطراف أخرى أحرقت مؤسسات الدولة، لا زالت أطراف تدعم يعني بحجة أن العراق ربما يعني كانت هناك مشاكل بينها وبينه، تدعم إلى هذه اللحظة الجريمة المنظمة لاغتيال قادة الجيش العراقي على سبيل المثال. لذلك وقتل مؤخرا في ديالى أحد كفاءات الجيش العراقي بشكل واضح تماما، السابق أقصد. لذلك عملية الاغتيالات إذا ما رأيناها أنها لا زالت تتم باتجاه تهجير الكفاءات من العراق من خلال اغتيال العلماء، ولا زالت يعمد هؤلاء على التغييرات الديموغرافية لبقاء العراق الفوضوي من خلال الاغتيالات التي تتمهد بإطار طائفي للتغيير الديموغرافي، وبالتالي لفرض سطوة وإخفاء أصوات ربما لا تريد لإيران أن تتوسع وفي مشاريعها داخل العراق ولا لأذرعها، أو ربما تنادي بعراق يبحث عن القانون وعن مؤسسات دولة حقيقية. ولذلك هم فتحوا نيرانهم على متظاهرين شباب في تشرين في الناصرية والبصرة وبغداد وغيرها، وقبلهم على المحافظات الستة المنتفضة، وبالتالي يؤكد على أن هؤلاء حقيقة يقتالون كل من يزاحمهم أو كل من يريد للعراق خيرا أو يستقر، وبالتالي إخفاء صوت العراق. عراق الفوضى يستمر بوجود هذه الأطقم الميليشياوية المسلحة، ولذلك لا بد أن ينتشر السلاح. يعني الآن عندما نتكلم عن أكبر مركز لبيع السلاح في الشرق الأوسط هي في بغداد، يباع السلاح علني، وتجد أن السلاح فيه سلاح متوسط، يعني حتى يعني الصواريخ المتوسطة والقنابل اليدوية والسلاح المتوسط يباع أمام أنظار الدولة الحالية وأمام أجهزتها وحتى ميليشياتها. هذا يؤكد على أن هناك دعما لإيجاد أسواق للسلاح، ولذلك اليوم الانتشار للسلاح مخيف تماما في العراق، بشكل أن شركات كبيرة أهلية تبيع لتجار كبار موجودين الآن يتاجرون بالسلاح. هذا ماذا سيقودنا؟ يقودنا إلى أنه لا بد أن نؤسس عصابات لتجارة المخدرات في العراق. والآن العراق للأسف الشديد عن طريق الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم تجارة المخدرات في العراق من أجل وللعالم حقيقة أصبح من العراق يصدرها. وبالتالي لو كانت هناك سلطة حقيقية أقل تقدير تذر الرماد في العيون ولا تحترم نفسها، لما أبقت جرف الصخر قاعدة متقدمة لتدريب هذه العصابات والميليشيات بشكل واضح تماما. يعني يتكلم قبل يومين مسؤول ميليشيات العصائب الخزعلي على أنه سينجح في بابل، والسؤال هل يستطيع أو يستطيع هذه الميليشيا عودة 170 ألف من أهالي بابل إلى جرف الصخار؟ هذا هو التحدي الذي لا بد أن يسلط الضوء عليه. إذن هذه المافيات وهذه العصابات هي من أسست أو أسستها
مخرجات الاحتلال لدعم الفوضى في العراق وحتى يبقى العراق غير مستقر، وإلا كيف يمكن لبلد أنه يعني بمعدل بسيط يحترمون أنفسهم يسمحون لمنظمات إرهابية تتواجد أجنبية على الأراضي العراقية؟ اليوم في العراق هناك منظمات تركية كالبككة وهي إرهابية مصنفة على اللوائح، لماذا تتواجد على الأرض العراقية؟ هناك منظمات بحرينية موجودة تتدرب على العراق، هناك منظمات أفغانية، هناك منظمات خليجية، وهناك منظمات لا علاقة لها لا بالدين ولا بالمذهب ولا بأي إطار آخر من أوروبا وغيرها، يتم تدريبهم على الاغتيالات وبالتالي ينفذون أجندات إيرانية بالتعاون والتخادم معهم. إذن إيران ترعى الإرهاب، وبالتالي أمريكا وجدت إيران ضالتها في إنتاج عصابات حتى تتحول المنطقة إلى أشباح وفوضى عارمة بالأخير مخرجاتها استفاد منها الكيان الصهيوني. وإلا الآن يعني أبسط مثال يمكن أن يذكر وذكر ضيفك أن هؤلاء يدعون المقاومة، غزة الآن يعني أكثر من 5 أشهر تذبح من الوريد إلى الوريد وهؤلاء لم يصنعوا شيئا، هذا السلاح فقط يوجه على العراقيين ولا يوجه على الاحتلال الأمريكي. نفذوا 167 هجوم لم يقتل جندي أمريكي، وعندما قتل 3 جنود ربما بالخطأ أو ربما غير هؤلاء الميليشيات من قصفهم، وعندما عاقبوا أحد قيادات الفصائل رأيتهم يختبئون ربما تحت يعني أسرة النوم. الآن اختفوا كل هؤلاء واختفت أصواتهم بشكل واضح وصريح. إذن هذا السلاح معد لقتل العراقيين ولإحداث الفوضى داخل العراق ولا علاقة له بمجمل، ولذلك الآن مجمل القضايا أن هناك أمراء الطوائف وأمراء الحرب وأمراء السلاح هم من يتحكمون بالقرار السياسي وبالقرار الاقتصادي وبالقرار العسكري بشكل واضح وصريح. لذلك العراق مؤسساته مؤسسات الدولة هي مختطفة لدى هؤلاء الذين هم بلا قانون، وحتى قانون المافيات لا ينطبق عليهم لأنهم حتى هذا القانون لم يطبقوا. نعم سعد القادر، إذا مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير ثم نواصل الحوار. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء، نسلط الضوء على موضوع ارتفاع معدلات الجريمة في العراق وانفلات السلاح. بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، من وجهة نظرك الآن الوضع في العراق يعاني من هشاشة كبيرة وهناك خوف من عودة موجة الاغتيالات بالإضافة إلى فوضى السلاح المنفلت،
حيث أن الكثير من المنظمات مثل ما تفضلتم وذكرتم هي موجودة في العراق، كلها منظمات جريمة منظمة وعصابات جريمة منظمة وتهريب مخدرات وكذلك تهريب السلاح. الأمر خطير في العراق، كيف يلقي ذلك يعني من ظلال على وضع العراقيين الذين أصلا يعانون من معاناة أمنية، معاناة اقتصادية، معاناة في حقوق الإنسان؟ يعني كيف سيكون تأثير ذلك وانعكاساته وتداعياته على حالة المواطن العراقي المزرية الآن؟ أولا، عودة الاغتيالات هذا أيضا مصطلح يعني فيه شيء أو عليه شيء من التحفظ. الاغتيالات لم تتوقف في العراق منذ يوم الاحتلال الأسود في 9 نيسان أبريل من سنة 2003. نذكر أنه عندما احتل الغزاة بغداد وضعت شعارات على الشوارع، وتحديدا أنا رأيت بعض منها في منطقة ساحة التحرير والباب الشرقي في بغداد، قاتل بأجور 10,000 دينار فقط. عندما ترفع مثل هذه الشعارات في بداية الاحتلال، هذه هي الصورة التي أراد المحتل أن يوجدها في العراق، قتلا واحتلالا وغزوا وسرقة وتهريبا وتزويرا. هذه هي السمات الأساسية لمرحلة ما بعد الاحتلال طيلة السنوات 21 المنصرمة التي قضاها العراقيون في هذه المسيرة البائسة التي عانوا فيها الكثير، وفقدوا من أحبائهم الكثير، ولا يوجد بيت من بيوت العراقيين لم يفقد عزيزا عليه. لذلك موضوع عودة الاغتيالات، هذه الكلمة توحي كأنما الاغتيالات اختفت ثم عادت. الذي يجري هو خفوت لهذه الأعداد، أعداد هذه الجرائم أعني، وعودة لارتفاعها مجددا، وليس اختفاءها، مجرد خفوت لها في بعض الأحيان وفي بعض المناطق. وهناك أيضا تواطؤ من بعض الأجهزة الإعلامية التي لا تنقل الحقيقة، سواء أجهزة إعلامية عراقية أو أجهزة إعلامية عربية أو مدونين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يحاولون أن يظهروا العراق وكأنه بات جنة وأن الأمن قد توفر فيه وأن الحياة الرغيدة متوفرة لمواطنيه. هذا الانتشار الهائل للمقاهي والمطاعم وما يشبه ذلك، هذا ليس تعبير عن حالة من الاستقرار الأمني ولا حالة من الفوضى الاقتصادية. هذه لأن الأموال التي كانت تهرب في السنوات الماضية طيلة نحو عقدين، بات الآن هناك قيود على تهريبها وتضييق على إخراجها من العراق. لذلك هي الآن محاولة، هذه المشاريع الوهمية التي لا تدر على العراقيين يعني رفاهية حقيقية ولا توفر لهم استقرارا اقتصاديا واجتماعيا، هذه المقاهي والكازينوهات والكافيتريات والمطاعم، هذه عمليات لغسل الأموال طبعا، والجامعات الخاصة أيضا ومراكز التجميل، كل هذه وسائل لغسل الأموال وبالتالي تبييضها والأموال السوداء المسروقة من العراقيين، وبالتالي إيجاد طبقة جديدة ليست هي طبقة أمراء حرب وطبقة لصوص، ولكن في الظاهر هي طبقة مستثمرين وطبقة تجار ورجال أعمال، وهذه مسألة مهمة جدا. لذلك الإعلام عندما يتواطأ، الإعلام المحلي العراقي والإعلام العربي والدولي وهؤلاء المدونين على وسائل التواصل، يعني يجب الإشارة إليهم دائما، لأنهم حقيقة يثبتون هذا النظام المجرم على رقاب العراقيين ويرسمون صورة خيالية وهمية وردية لما يجري في العراق. العراقيون يعانون طيلة السنوات 20 ل21 المنصرمة،
وبالتالي الآن في العراق حالة تزويقية، نعم ربما تخفت بعض العمليات الإجرامية، ربما تخفت بعض الأعمال الإرهابية، كل هذا طبعا ليس في إطار توفير الأمن وليس في إطار قدرة السلطات، وأنا لا أقول قدرة الدولة، قدرات السلطات الحالية المهيمنة على فرض الأمن، لا، وإنما هذا لإعطاء صورة مزوقة وهمية مجملة بوسائل المكياج ومساحيق التجميل، تقديمها على أنها هناك حالة استقرار، حالة بناء، حالة إعمار، رفاهية اقتصادية. بينما هي حالة مكياج، هناك طبقة مرفهة اقتصاديا من المال المسروق الذي استحوذت عليه طيلة السنوات الماضية. إذا سمحت لي أنتقل للأستاذ عبد القادر النايل. تغطية العراق وتلوين العراق بأصباغ وهمية أيضا تدخل في إطار التجميل، مثلما يعني يتم غسيل الأموال، أموال العراقيين بهذا الشكل. بهذا الأمر يعني من وجهة نظرك، الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأسبق غوندريزا رايز أيام الاحتلال 2003، الفوضى الخلاقة الآن، العراق ربما يعد الحزام الناسف في المنطقة بسبب الكثير من المراقبين حذروا من أن حدود الفوضى الخلاقة لن تكون داخل العراق فقط بل ستتعدى حدود العراق. الآن ونحن نعيش هذه المرحلة، هل وجدتم أن الفوضى الخلاقة الآن يعني في العراق تنطلق بصفة انفلات سلاح وسوف لن تقف عند حدود العراق؟ أولا، هذه الفوضى للأسف الشديد نفذها من يدعي أنهم عراقيين، وأصبح حقيقة مستأجرا للغير في تنفيذها، سواء مستأجرا للولايات المتحدة الأمريكية أو لإيران أو لأجندات أخرى، وبالتالي العراقيون أفشلوها. إذا ما نظرنا إلى المقاومة العراقية الحقيقية في عام 2003 و4 و5 و6 وجدنا أن هناك فشل كبير في إيجاد هذه الفوضى، بالرغم من أنهم عزفوا عليها عزفا هائلا، سواء كانت في مغاوير الداخلية والاغتيالات أو تفجيرات سامراء أو إحياء الطائفية، لكن العراقيين تساموا كثيرا على أن لا ينزلقوا ويصبح العراق مقرا لهذه الفوضى. للأسف الشديد دعني أقول لك بصريح العبارة أن العراق الآن هو بلد أو المستقر أو المقر الأساسي للفوضى الخلاقة في المنطقة، ومنه تنطلق الفوضى إلى الجميع. والفوضى ليس فقط في الاغتيالات ولا في عملية إحياء الورقة الطائفية ولا في قضية يعني إيجاد عدم الاستقرار في كثير من الأمور، يعني من هذه الأمور حتى يعني صناعة المحتوى الهابط. الآن من يدعم هذا المحتوى للمنطقة عموما هي السلطات والميليشيات الحالية، بدليل أننا نمتلك وثيقة على أن هناك ميزانية تقدر بأكثر من 500 مليون دينار عراقي، رواتب للفاشينستات وغيرها في العراق ممن يصنعون هذا المحتوى من أجل أن يكون أن يقال هذا وجه العراق، وبالتالي تصدر الفوضى أو المحتويات الهابطة إلى مناطق أخرى تتشجع لأن تكون في منطقتنا فكر وغزو فكري كبير ثقافي. لذلك أحد مخرجات هذه الفوضى الخلاقة هو الغزو الفكري الثقافي السيء الذي للأسف الشديد أن الدعم الكبير، ولذلك ترى أن جميع هؤلاء الذين يريدون أن يشتهرون إما يذكرون أو يمدحون ميليشيا أو حزب أو شخصية أو قضية في العراق حتى يتم هؤلاء دعم، أو الجيوش الإلكترونية تدعم المحتويات الهابطة في بلدان المنطقة. أما الفوضى الطائفية والكراهية قد رأيناها تتجسد، يعني ألم يصنع هؤلاء من خلال دعم الأطراف الحكومية لبعض مشجعي الرياضة والتي هي بعيدة عن الأمور السياسية يفترض ولديها قوانين أخرى، ألم يفعلوا بحيث أنه هتافاتهم الطائفية وغيرها أن كل الجماهير الرياضية في قطر في كأس آسيا أرادت الخلاص منهم لأنهم أحدثوا فوضى حقيقية؟ إذا نتكلم نحن عن فوضى السلاح وفوضى الاغتيالات وفوضى الغزو الفكري السيء وفوضى صناعة
اللا استقرار، هذا كله حقيقة للأسف الشديد أصبح مقره في العراق، وبالتالي هؤلاء هم من ينفذونه طيب. بالحرف الواحد لصالح هذه الفوضى داخل العراق. هل الثمن بعدم وصول الفوضى الخلاقة إلى دول بعينها مجاورة للعراق، هل الثمن هو التطبيع مع إسرائيل؟ وأحدها أحد أنواع هذه الفوضى الذي ضربت العراق والذي أريد للعراق أن لا يستقر إلى هذه اللحظة، هو أن يدفعون باتجاه أن هناك بعض عن إيرانيا سيفعل بكم كما يفعل في العراق حاليا، وبالتالي إما تلتجئون للتهدئة مع الكيان الصهيوني ومع إسرائيل بالتطبيع، وإما أن إيران البعض ستنال منكم وستدعم ميليشيات وفوضى خلاقة، وبالتالي نحن سنغض الطرف عنها. ولذلك كانت أحد مخرجات عدم استقرار العراق وعراق الفوضى الخلاقة هو أن تذهب دول أو أنظمة دول، وليس دول، الشعوب لم تذهب إلى التطبيع إلى هذه اللحظة، أنظمة دول ذهبت للتطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل أو الخضوع أو الخنوع من أجل حقيقة أن لا يفعل بها أو لا يفتح المجال لإيران، لأن إيران إلى هذه اللحظة حقيقة مدعومة دوليا وأمريكا تفتح لها الأبواب، ولا إلى هذه اللحظة لا تريد تقليم أظافرها في المنطقة. نعم ربما أن هناك في المرحلة القادمة يعني صراعات دولية، ليست القضية إيران إنما قضية القطبية الثنائية في العالم، ربما ستجعل من إيران الذي دخلت في نفق لا يمكن الخروج منه، إذا ما حسبت على هذا النفق ربما ستكون في مواجهة معينة. لكن إلى هذه اللحظة إيران استفاد منها الكيان الصهيوني استفادة كبيرة تماما، واستطاع أن يطبع واستطاع أن يعزل الشعوب، ثم استطاع أن يستفرد بفلسطين وما يحدث الآن في غزة، استفراد كامل وعلو كامل للكيان الصهيوني، بسبب أن التهديد بالوصول للفوضى الخلاقة المدعومة إيرانيا والمرعية أمريكيا في العراق إلى هذه الدول المستقرة نوعا ما. نعم سيد القادر. أستاذ مصطفى، ما هي حدود الفوضى في العراق؟ هل ستقف عند حدود العراق؟ يعني عندما طرحت المجرمة الإرهابية غونداليزا رايس فكرتها وهي تسوق لمشروع غزو العراق عام 2002، طرحت فكرة الفوضى الخلاقة، كانت تعني أنه عندما يجري احتلال العراق وإزالة الدولة الوطنية فيه، فإن ما سيحدث من فراغ سياسي وإداري وأمني في هذا البلد سيخلق عوامل للاستقرار والنهضة فيه، وبالتالي يعني هي أرادت أن تسوق هذه الفكرة من ناحية إيجابية، ولكن الحقيقة أن هذه الفكرة نجحت ولكن ليس في إطار الفكرة التي تحدثت عنها أو عفواً الاتجاه الذي تحدثت عنه المجرمة غونداليزا رايس. هي كانت تسوق مشروع الغزو من خلال فكرة الفوضى الخلاقة، ولكن الذي أنتجته عملية أو جريمة غزو العراق واحتلاله هو فوضى خلق هذه الميليشيات وخلق هذه التنظيمات الإجرامية وخلق هذه العصابات، عصابات الجريمة المنظمة، وخلق فرص التزوير والقتل والإرهاب المسيطرة على العراق وعلى المنطقة، وهذا التوجه هذه التوجهات الطائفية التي انتشرت في العراق وفي محيطه وفي كل أرجاء الوطن العربي خلال العقدين الماضيين، كلها من نتاج هذه الفوضى، بمعنى أن عملية غزو العراق واحتلاله جريمة إرهابية كبرى خلقت حالة جديدة في كل المنطقة، حالة الإرهاب، حالة الطائفية، حالة القتل، حالة التمرد إلى آخره، هذا كله نتج عن جريمة غزو العراق التي نعيش الآن ذكراها 21 بعد أيام، يعني نستذكر في يوم 19 على 20 من آذار مارس من هذه السنة، يعني بعد نحو 8 أيام نستذكر بدء العمليات الإجرامية التي انطلقت من دول عربية للأسف، يعني
آثارها الإجرامية امتدت خلال السنوات العشرين أو الواحد وعشرين، وليس على العراق فقط، إنما هذه الفوضى خلقت تنظيمات إرهابية في الكويت، في البحرين، في السعودية، في دعم للإرهاب في اليمن، دعم للإرهاب في لبنان، دعم للإرهاب في مصر، دعم للإرهاب في الأردن، ودعم للإرهاب ضد الشعب العزيز في سوريا، ودعم للإرهاب ضد تركيا أيضا، باعتبار أن هذا النظام ليس يستضيف ولا يوفر مقرات فقط لعصابات الإرهاب حزب العمال الإرهابي البيكاكي، وإنما يوفر لهم دعما وتسليحا، وأن لديهم لهذا التنظيم الإجرامي الإرهابي الموصوف عالميا بالإرهاب، لديه ممثل في بغداد في البرلمان العراقي، ممثل لحزب العمال الإرهابي. هذه الفوضى ليست في العراق، هي مقرها في العراق، ولكنها أصبحت يعني منتشرة في كل المنطقة انطلاقا من العراق. النقاط المهمة التي أثارها على عجالة الأستاذ عبد القادر من خلال حديثه عن ميليشيات إرهابية بحرينية وسعودية ويمنية ولبنانية وغيرها، كلها تتمول من المال العراقي، وكلها تتدرب في العراق، وكلها تؤدي واجباتها الإجرامية حسب ما يراد منها وتصدر إليها الأوامر من إيران. هذه قضية بالغة الأهمية. العراق كان البوابة الشرقية التي كانت سدا منعت الإجرام الإيراني من أن يندلق على الأمة. والآن شكرا أستاذ مصطفى. اسمح لي في دقيقتين أستاذ عبد القادر النايل، لو سمحت. موجود معنا أستاذ عبد القادر؟ فقدنا الاتصال للأسف. إذن هذه من حصتكم أستاذ مصطفى كامل. يعني نتساءل عن يعني بعد هذه الفوضى ما هو المطلوب من العراقيين، وخاصة أن السلاح وليس بالهين، يعني هناك دعم مالي ملياري. السلاح تجار المخدرات رقم واحد على مستوى العالم، وتجار السلاح أقوى من تجار المخدرات. الآن الميليشيات هي المتحكمة بتجارة السلاح داخل العراق. هل تستطيع ثورة كثورة تشرين أو شبيهة هذه الثورة مطالبة بإسقاط نظام فوضى الموجود في العراق، هل تستطيع أن تقاوم قوة لديها السلاح ولديها المال ومدعومة من قوى إقليمية ودولية؟ هناك رسالتان. الرسالة الأولى للعراقيين، عليهم أن يستعيدوا دولتهم وأن يلتفوا حول إرادتهم الوطنية ونهجهم الثابت لطرد هذه الميليشيات الإرهابية والسلطات التي نشأت عنها. والرسالة الثانية هي لدول الدول العربية ولدول الإقليم ولدول العالم، عليهم أن يتوقفوا عن دعم هذه الميليشيات الإجرامية المسمات جمهورية العراق، وهي في الحقيقة جمهورية عصابات وميليشيات فوضوية إرهابية إجرامية، ويتوقفوا عن دعمها وعن تصويرها باعتبارها أنها دولة حقيقية. عليهم أن لا يستقبلوا ممثليها وأن لا يزوروا عاصمتها، لأنها حقيقة للأسف هذه بغداد للأسف الآن أصبحت عاصمة هذه التنظيمات الإرهابية التي تضرب هنا وهناك. الرسالة الثالثة عرضا هي رسالة إلى الإعلام العراقي والإعلام العربي والإعلام العالمي ومدوني وسائل التواصل الاجتماعي، أن لا يزوقوا هذه العصابات ويظهروها على أنها دولة، بل أن يؤشروا حقيقة ملامح ومظاهر الإجرام في هذا البلد، والخلل الفظيع والإرهاب والظلم الواسع وعمليات تهريب المخدرات وعمليات القتل الواسع. رغم هذا التزويق الأمريكي لما يجري في العراق ولسلطة الميليشيات. أستاذ مصطفى، فقط في اسمح لي في دقيقة واحدة بقيت لدينا للأستاذ عبد القادر النايل، عاد علينا مرة أخرى. ما هو الآن، ما الخيار أمام العراقيين؟ أولا دعني أقول للأسف الشديد أن الاغتيالات في العراق ستتوسع في الأيام القادمة، وبالتالي صراعات كبيرة
داخل العراق، وهذا حقيقة ما ينذر بسوء لأن العراقيين سيستهدفون. لكن أيضا خيارات العراقيين ثابتة نحو اقتلاع هؤلاء وأخذ العراق. وبالمناسبة هؤلاء رغم امتلاكهم السلاح، الدعم الإيراني، الغطاء الأمريكي لهم، إلا أنهم لا زالوا ضعفاء على أرض الواقع. فالعراقيون هم الأغلبية وهم أصحاب الوطن، وبالتالي هؤلاء طارئون، وبالتالي العراقيين يمكن أن يوحدون صفوفهم، ولا خيار لهم إلا باستعادة وطنهم من هذا السلاح المنفلت الذي قتلهم، والفوضى التي أسسها الاحتلال من خلال عملية سياسية حقيقية. وهذا حقيقة ليس ببعيد، فالقادم بعون الله سيكون خيرا للعراق. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.